مشروع بناء الجسر الذي يربط بين حارتي شقوة ووليا ضمن أولويات مشاريع وزارة البنية التحتية وفك العذرة، حيث قام الأمين العام للوزارة عامر إدريس كوردا بزيارة تفقدية لسير عمل بناء هذا الجسر الذي تعمل في تنفيذه مجموعة سيجيكوك الصينية. وقد استمع العميل العام للوزارة إلى بعض الشروحات التي قدمها فني إدارة الدراسات بالشركة المنفذة، وأعطى توجيهات للمسؤولين بهذا المشروع باحترام المواعيد المحددة والالتزام بدفتر المهام لإكمال بناء هذا الجسر من أجل تخفيف معاناة السكان وتجنب الازدحام المروري. انتربريز يزيد زيادة عشان هدي معنا هذا يقدم في يوم وفي في الليل كله يقدم. ورنا هاللي يدوبلي في ناس يقدم ده سب ناس كتير كأصلا يساعد على المشروع ده يمشي عجلة. هذا وقد أكد الأمين العام لوزارة البنية التحتية وفك العزلة بأن هناك صعوبات تعيق سير عمل الشركة المنفذة وتعمل الوزارة على حلها. لكن المشكلة وايدين عندنا، هسه مشكلة عندنا وايد في بكوتي أنا والية ده في ناس قاعدين في درب، والدرب ده كما ناس ده كما فاتو ده ما انتربريز ما يقدر يخدم. قالوا المينستر في ناس يكفي ناس ده العجلة عشان ناس ده يحلوا بقان ده عشان الشركة ده يمشي. وزارة البنية التحتية وفك العزلة تعمل على إكمال مشروع بناء هذا الجسر الذي يكون إضافة نوعية للبنية التحتية ويساعد في تحسين حركة السير والمرور للسكان.